ندوات المهرجان السنة دي كانت مليانة تفاصيل وتصريحات مهمة برضو. من التصريحات اللي اتصدرت الترند كان كلام الفنانة هند صبري عن زميلتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، واللي قالت فيه ان ياسمين اكتر فنانة نجحت في الكوميديا وقدرت تكسر احتكار الفنانين الرجال للنوع ده من الاعمال. تعالوا نشوف قالت ايه. طبعا نادية الجندي ونبيلة عبيد كانوا ستات بتجيب فلوس قدها قد الرجاله قد النجوم الكبار ساعتها، ودي حاجه برضو لازم نربطها للمجتمع. ساعتها كانت نظره المجتمع للست ايه versus السنين اللي فاتت دي، اللي هي كان فيه برضو يعني يعني في كده تقلص لنجوميه الستات عن الجيل ده. فلازم نسأل نفسنا اجتماعيا ايه اللي حصل في 30 سنة دول، ليه كانت نادية الجندي تجيب فلوس كتير جدا وتشيل افلام والنهاردة لا، وقبلها فاتن حمامة؟ هل نظرة المجتمع للست قلت؟ انا بسأل معرفش، يعني دي ظاهرة يعني لازم اجتماعية، لازم ليها دراسة، لازم يبقى ليها دراسة، لان فعلا يعني ما فيش النهارده ست تقدر تشيل فيلم ومنتج ينتج لها ما عدا ياسمين عبد العزيز. بالمناسبة ياسمين عبد العزيز ردت على تصريحات هند وشكرتها في ستوري على الانستغرام، وكانت سعيدة جدا بإشادة هند بيها.